السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بكورس الكيمياء العضوية، محاضرة رقم 18. وإحنا لسه مكملين بالألكل هيلايت، وحكينا المرة الماضية عن الألكل هيلايت وإيش هي، وحكينا إنه هي عبارة عن تفرع من الهيدروكربون. أنا بستبدل فيها ذرة الهيدروجين بواحدة من الهيلايت اللي إحنا بنعرفهم كلور بروم يود. وحكينا كمان كيف بدنا نسمي الألكل هيلايدز، يعني الكومون نيم، واعتبرنا انه تسميتها عبارة عن الألكل مصاحب لاسم الهيلايد، زي مثلا إيثيل برومايد، ميثيل برومايد إلى آخره. وحكينا في الأيباك نيم، ودخلنا بعدين على تفاعلات الألكل هيلايدز، وحكينا انه هي عبارة عن النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشنز. وحكينا انه نيوكليوفيليك سبستيوشن لانه انا بيكون عندي بضيف سالب، يعني بضيف ذرة ذات شحنة سالبة وبرفع من مكانها ذرة ذات شحنة سالبة، يعني بشيل سبيشيز او اتوم سالب بحط بدالها سبيشيز او اتوم سالب شحن. سبستيوشن لانه انا بشيل ذرة وبحط مكانها ذرة. وحكينا اختلافها عن الالكتروفيليك، مثلا سبستيوشن تبع البنزين لو انا هناك بحضر الالكتروفايل البوزيتيف الشحنة، فبدخل بوزيتيف تشارج على الشحنة وبنزع بدلها بوزيتيف تشارج، وبتكون عندي ذرة الهيدروجين او ال H بلس. الان رح ناخد بعض الابليكيشن على النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن اللي بالالكيل هيلايدز. احنا حكينا مسبقا ان تفاعلات النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشنز الأهمية كتير كبيرة، لانه بتساعدني انه انا من الالكيل هيلايدز احضر مركبات كتيرة اللي لها تطبيقات بالكيمياء العضوية. رح ناخد اول واحد منهم، تحضير الكحول. كيف انا بدي احضر الكحول من الالكيل هيلايدز؟ يمكن تحضير الكحول في المختبر by the reaction of alkyl halides مع الماء أو الصوديوم هيدروكسيد اللي هو NaOH. ليش؟ لأنه بيكون في عندي الأكسجين هو النيوكليوفايل، وحكينا شو هم النيوكليوفايل، بيكون عليهم سوشيال من الإلكترونات سواء كان نيوترال أو مشحون. الآن في عندي هان الزد، حكينا الزد هو السترونج نيوكليوفايل. في عندي هان اللي هو الألكل هيلايد، حكينا الألكل هيلايد دايما يصنف الهيلايد اللي فيه على إنه ويك بيس أو ويك نيوكليوفايل، وسهل إنه يتم استبداله بنيوكليوفايل أقوى منه. فاللي بصير عندي هان إنه في جسد وبتهاجم على اللي هي، خلينا نحكي الكاربوكاتيونيك كاربون اللي في الألكل هيلايد، لأنه هاي المفروض إن هي بدها تكون partially positive. إذا بدها تيجي تزيد تهاجم عليها من هذا الاتجاه، راح تطلع عندي ال X minus أو ال X مع إلكتروناتها، ال X مع زوج الإلكترونات. فأنا خلصت ال nucleophilic substitution reaction، وأنا دخلت ذرة مع إلكتروناتها وطلعت ذرة مع إلكتروناتها، فبتكون عندي RCH2Z، والزد هي عندي ال OH2 neutral عليها زوج إلكترونات أو ال OH minus، وطلع عندي ال weak nucleophile اللي هي ممكن إنها تكون واحدة من ذرات الهيدروجين، طلعت ك leaving group هي مجموعة مغادرة. هاي بعض الأمثلة عليهم. في عندي مثلا الإيثيل كلورايد، في عندي المي، أنا بجيب التفاعل بحط معاهم مي، المي بدها تهاجم على CH2 المرتبطة بالكلور، هيطلع عندي CH3CH2OH2. الآن الأكسجين المفروض إنه حواليها رابطين، لما صار حواليها ثلاث روابط صارت بوزيتيف. علشان أنا أعادل هاي الشحنة بدي أروح أنا أنزع منها H، الH بدون إلكتروناتها، فأنا بحطها بوسط أسيدك بنزع H بدون إلكتروناتها، فبيطلع عندي الإيثانول. يعني بهاي الطريقة أنا حضرت الكحول من الألكل هيلايد. كل اللي بعمله إنه أنا بشيل ذرة الألكل هيلايد وبحط بدالها الفانكشن جروب تبعت الكحول اللي هي الـ OH. نفس الطريقة في عندي الميثيل بروميد، هون أنا ضفت بيس مباشرة فطلع عندي اللي هي الـ OH بالناتج.
في عندي كمان هون أنا ضفت بيس مباشرة بتهاجم على ال CH2 وتطلع ال PR مع إلكتروناتها، طلعت عندي اللي هي البنزل الكحول، هاي المجموعة كلها البنزل، وهون مرتبط فيها ال OH واللي هي الكحول. تاني اشي من التطبيقات على النيوكليوفيليك سبستيوشن رياكشن اللي هي تحضير الأمينز. الأمينز تتم تحضيرها في المختبر من خلال دفعه للألكيل هيلايدز مع الأمونيا أو مشتقات الأمونيا، ممكن أن تكون primary أو secondary amines كالآتي. الآن في عندي هون هذا الألكيل هيلايد، في عندي هذا الزد اللي هي النيوكليوفايل مع إلكتروناته اللي ممكن يكون NH3 NH2R أو NHR2 عليها زوج إلكترونات، فبتدخل هي بإلكتروناتها وتطلع الإكس مع إلكتروناتها. وبهاي الطريقة أنا بكون حضرت الأمين حسب أي نوع من أنواع الأمين. هاي بعض الأمثلة عليهم. في عندي الإيثيل كلورايد، الإيثيل كلورايد هي عبارة عن واحدة من الرياكتنت، وفي عندي الأمونيا NH3 بتهاجم على اللي هي الكربون المتصلة مباشرة مع الهالوجين، فبتدخل هي بإلكتروناتها وبتطلع الCl مع إلكتروناتها. عشان نعادل الشحنة الموجبة بنحط وسط، بننزع H بلس يعني H بدون إلكتروناتها، فبيطلع عندي تحضير الإيثيل أمين. نفس الإشي بهذا التفاعل، بتهاجم على الكربون الحاملة الكلور وترتبط بهذا الاتجاه. عشان نعادل الشحنة بنروح بننزع منها اللي هي الاتش بدون الكترونات، وبطلع عندي إيثيل ميثيل أمين. ثالث إشي في عندي الآن الاتش ثري، في عندي اللي هي بنزل بروميد بتيجي تهاجم على هذا المكان وتطرد عندي البي آر، هيطلع عندي اللي هي ال NH3، بنروح بننزع H بدون إلكتروناتها وبطلع عندي البنزل أمين. ثالث إشي من التطبيقات واللي أخذناه مسبقا في الشابتر الألكاينز اللي هي preparation of large alkynes، ولكن هاي الطريقة بنستخدمها عشان إنه إحنا نعمل تطويل للسلسلة، وكنا بنستخدم الأسيتيلين وبننزع منه اتش عشان نحضر الأسيتيلايد اللي هي السترونج نيوكليوفايل. فبنجهز احنا الأسيتيلايد السترونج نيوكليوفايل، بننزع منها الاتش، وحكينا سهل انه انا انزع منها الاتش تبعتها لانه هي جاية بتيرمينال الكاين، فبتهاجم عندي على الالكيل هيلايد وبتشبك وبتعمل على تطويل السلسلة. الآن بعض الأمثلة عليهم، الأسيتيلايد بده يهاجم على CH3PR فأعطاني مثل أسيتيلايد. الآن الهادي مثل أسيتيلايد، رحت أنا خليتها تهاجم على CH3PR طلع عندي داي مثل أسيتيلين. مثل أسيتيلايد بدها تهاجم على البنزل بروميد طلع عندي بنزل مثل أسيتيلين. أربعة، تحضير الكربوكسيليك أسيد. الكربوكسيليك أسيد ممكن إنه هي تتحضر من خلال استخدام السيانايد. السيانايد أنا بستخدمه كري إيجنت عشان يحضر لي الكربوكسيليك أسيد، لأنه سهل إنه بعملية الهيدروليسز يتحول السيانايد ل COOH. الآن بنجيب إحنا عنا اللي هو السيانايد السترونج نيوكليوفايل، بنخليه يهاجم على اللي هو الألكيل هيلايد، بيطلع عندي RCH2C3. الآن بس نوصل لهذا المركب بنعمل هيدروليسز بوجود ال H3O+، وسهل إنه هي تتحول ال CN ل COOH. هاي بعض الأمثلة عليهم. كيف بدنا نحضر إحنا مثلا تحضير البروبانويك أسيد؟ يمكن نحكي إنه starting from ethyl chloride. How can you prepare propanoic acid؟ على طول احنا بنجيب السيانايد
اللي هي السترونج نيوكليو فايل بنخليها تهاجم، بيطلع عندي المركب في سي ان، بعمل عليها الكتروليسيس مباشره سي ان بدها تتحول لسي او او اتش، وهكذا باقي الامثله. الاسيانايد بتهاجم على اللي هي الكربون اللي بتحمل الالكل، وبعدين نعمل عليها هيدروزنز بنحاول بنطلع سي او او اتش. الان خامس اشي في عندي تفاعل اسمه تفاعل ويليامسون على اسم عالم بريطاني كيميائي، عالم كيميائي بريطاني الاصل اسمه ويليامسون. هذا العالم اوجد طريقة لتحضير الايثر من خلال استخدام الالكل هيلات. الآن شو هو الإيثر؟ الإيثر بيجي عندي بهذا الشكل ROR، يعني R group مع R group أو أي group مع group مربوطين مع بعض بذرة أكسجين بالمنتصف. فال ROR اللي هي إيثر، ROH اللي هي الكحول. الآن الإيثر are prepared by the reaction of alkoxide and nucleophiles. الآن شو الالكوكسايد؟ الآن في عندي أنا ROH كحول، لما أنا بدي أنزع الـ H من الـ ROH تعطيني الـ RO- يسمى الألكوكسايد. إذن هذه الكحول، هذه ألكوكسايد. الآن هذا التفاعل نسميه حكينا تفاعل ويليامسون synthesis لتحضير الإيثر. شو اللي بصير عندي؟ أنا بجيب عندي الكحول، الكحول بحط معاه أنا يعني إذا بحضره أنا في المختبر، وهذا طبعا من التفاعلات الواحد لازم يدير باله منها وبتكون بدها حذر شديد. ليش؟ لأنه أنا بدي أتعامل مع الصوديوم. فأنا بالتفاعل تبعي بجيب البيكر بحط عليه كحول، مع الكحول بدي أجيب قطعة صغيرة من الصوديوم بحطها وبدوبها مع الكحول، وبدي أنتبه إنه أنا بدي أكون بعيد عن التفاعل شوي لأنه رح يصير عندي خروج لغاز الهيدروجين، وإذا كان في خروج قوي ممكن يؤدي لانفجار. فهذا التفاعلات لازم يتم بحذر. فبجيب أنا كحول بحط عليه صوديوم، فبيتم نزع الهيدروجين على شكل غاز، بيطلع عندي بابلز وبتحضر عندي الألكوكسايد اللي هي RO ماينس. لأن هذا التفاعل عشان يتعادل الماينس ممكن إنه الـ Na بتكون عندي Na positive تسمى بالكاونتر أنايون عشان إنه تعادل positive مع negative. المهم من هذا التفاعل إنه أنا حضرت النيوكليوفايل تبعي اللي هو الألكوكسايد. بعدين شو بنعمل؟ الآن بدنا نخلي الألكوكسايد اللي حضرناه هو اللي يهاجم على الألكل هيلايد. إذا أخذنا أمثلة، هاي في عندي إيثانول، حطيت أنا معاه صوديوم، حضرت الألكوكسايد، طلع عندي غاز الهيدروجين. الآن هذا الألكوكسايد اللي أنا حضرته هو اللي بخليه يهاجم على اللي هو الميثيل كلورايد أو على الألكل هيلايد بشكل عام، فيهاجم على CH3 وراح يطرد عندي اللي هي Cl مع إلكتروناتها، وحضرت بنزل ميثيل إيثر. يبدأ أسمي الإيثر بكل سهولة، إحنا راح ناخد المجموعتين اللي على طرفي الإيثر وكل واحدة نعطيها اسمها بنزل مثل إيثر. نفس الإشي في عندي CH3O- اللي هي الميثوكسايد، بكون أنا حضرتها مسبقا بأنه أنا فعلتها مع شوية صوديوم، حضرتها وبعدين خليتها تهاجم على الألكل هيلايد، طلع عندي إيثل مثل إيثر. هاي في عندي الأو بالنص، في عندي مجموعة إيثل مثل، في عندي مجموعة إيثل، ففي عندي إيثل مثل إيثر. كان في عندي سايكلوهيكسوكسايد، في عندي اللي هي الأو مع الحلقة وعليها ماينس فعصوش إلكتروناتها، هي اللي بخليها تهاجم، فبطلع عندي اللي هو الإيثر. في عندي مجموعة مثل، في عندي مجموعة سايكلوهيكسل، فعندي سايكلوهيكسل مثل إيثر. الآن هاي في تفاعل عملي من المختبر، في عندي هذا المركب، في عندي بنزين عليه OH عليه سي دبل بوند OH. هاي في عندي ظروف التفاعل فيهم واحد ريجنت، وفي عندي الـ NaOH اللي هو كأني أنا ضايف صوديوم أو فيز، وفي عندي مية يعني ظرف تفاعل، وبخليها ريفلكس 3 ساعات، يعني أنا بخليها تحت المختبر في التفاعل 3 ساعات. الآن طبيعي NaOH أنا راح أحضر إيش؟ راح أحضر الألكوكسايد، فبجيب الـ H هاي وأنا بنزعها فبطلع عندي O-
بعدين بدخل الـ O minus اللي هي هذه عبارة عن O R، هي O R، أخليها تهاجم على الألكل هيلايد، فبدها تهاجم على الكربونة اللي متصلة بالهيلايد مباشرة، بدها تهاجم بهذا الاتجاه وتطرد الـ Cl مع إلكتروناتها، فرح يطلع عندي هذا المركب، رح تشبك من هذه الناحية. الآن هاي الكربونة اللي أنا هاجمت عليها، هيها شابك معها C double bond O O H. يعطيكم العافية.